بقات فينا السيده مسكينه الله يرحمها، تلقينا بصدمه عاوتاني، نطلبوا من الله يغفر لها ويغفر لينا. ماشي هي اللي دارت الصدقه، هي حتى هي معروضه، هي جات ل 40، مات واحد في العائله ديالها. وراه هاد النقطه اللي جبتي مزيانه، حيت هي بركات مع الناس وكلات معاهم في طبسيل واحد وعاشت معاهم في دار واحده، يعني تقدر تكون العدوى دازت لشي واحده اخرى ولا لشي واحد اخر، فهمتي؟ حنا كنطلبوا من السلطات يشوفوا هذوك الناس اللي كانوا باركين معاها ويديروا لهم تحاليل تاهما. عادي، ما كيف مات اي انسان عادي، غير الفرق انه مات بواحد المرض اللي هو معدي، لانه مرض اللي جا قطعون مع عند الله سبحانه وتعالى، صاب به ناس اللي هما ادوا الاسلام والمسلمين وظل الله ايه فيهم باش نعتبروا حنا، ماشي انا نخافوا خوف شديد، نخافوا نفوسنا وبعضياتنا ونديروا احتياطات كثيره كما اللازم والهلاع، والحمد لله ونشكروه. راه ما دام فيش كورونا عادي، فينا يا كورونا؟ اللي بغاك الله تصيبك غتصيبك، ما بغاش الله تصيبك راه ما غتصيبكش، نعيشوا طبيعيين. المهم نعتقدوا في الله ونتقوا الله، شنو الله باش نتقوا الله؟ حيت مو كورونا ما نتقاش الله، غدوز سنين وغيجي مرض الخوض واوبئه اخرى، ونبقاو ديما حنا تايهين في الدنيا. نعتقدوا في الله ولا صبنا الحمد لله ونشكروا، متنا الله يرحمنا. صدمه كبيره بعدنا سمعنا الوفاه ديال السيده، وحنا كانوا تيقولوا لنا في العنايه المركزه وان واخا تيقولوا لنا بان الحاله ديالها صعيبه، ولكن كنا كنتمناو نسمعوا، كنا كنتمناو ان نسمعوا تشافات وبان تجاوزت هاد 14 يوم اللي تيقولوا لك ديال الاحتضان ديال المرض. ولكن دابا الساكنه كلشي تاسفوا للوفاه ديالها وتلقاو بواحد الصدمه كبيره، والان هاد الوفاه ديالها غيزيد التخوف ديال الساكنه بالمخاطر ديال هاد المرض، خصوصا الساكنه ديال منطقه التشارب. خويا هنا المراه مسكينه مريضه بمرض اللي كاين دابا هو كورونا. خويا باش نجيك من الاخر، ما عندناش الفحص هنا في المغرب، جات الطياره ما كي هبطت في المطار ما كيقلبوهاش ما كيديروش الفحص، جا البابور ديال المسافرين ما كيوصل للميناء ما كيديروش ليه الفحص. راه بالصيف ما تعرف المرض كورونا ما يجي هنا، ما المشكله كتجي تسول كتقول لهم شي دواء ولا شي حاجه، ما سميتو ما لاقينش ليه الدواء ديالو. دابا اي واحد دابا مريض بالسخانه ضربوا البرد داو يقول لك انا فيا كورونا، انا هادي بنادم ولا كيتخلع. دابا كيكون شي واحد هو صاحبه ما بقاش باغي يسلم عليه ولا شي حاجه، سمعتيني؟ ما حتى داك السلام بينه وبين صاحبه ما بقاتش واحد العلاقه ديال تلاقى مع صاحبه ونسلم عليه، ولا فحال كيخاف كيقول هذا واقيلا مريض راه اي عاديني ايدي، فهمتش؟ Thank you.